كالعادة يوميا بنبتدي حلقتنا معاكم بأهم الكلام اللي اتقال عن النادي الأهلي في الجرايد. الأهرام، المباراة في برج العرب بحضور 50,000 متفرج. الأهلي يعد استقبال خاص لبعثة الترجي في نهائي دوري الأبطال الأفريقي. ومرجان، علاقتنا ببطل تونس قوية والخطيب طالب بتسهيل مهمته في مصر. الأخبار، الليلة الأهلي يستضيف الوصل زمالك الإمارات في ذهاب دور ال 16 للبطولة العربية. كارتيرون، فرصة لتجهيز اللاعبين قبل لقاء الترجي والعبدولي، هدفنا الخروج من عنق الزجاجة. الجمهورية، في تحدي بطولة زايد العربية الأهلي المنتشي إفريقيا يواجه الوصل المترنح محليا. الأهرام، المساء الأهلي يرتدي العباءة العربية. الأخبار، المساء الأهلي يعود لحلم العربي والفريق يواجه الوصل الإماراتي بالقوة الضاربة في دور 16 لبطولة زايد للأندية الأبطال. المساء، الأهلي والوصل في لقاء الفصل، الأهلي يسعى لحسم المواجهة العربية في برج العرب. روز اليوسف، اختبار عربي جديد للأهلي. كارتيرون، مواجهة الوصل أفضل إعداد للترجي. الوطن، اليوم الأهلي يستضيف الوصل بالبطولة العربية في بروفا أخيرة قبل النهائي الأفريقي. 9 غيابات في صفوف الشياطين الحمر. كارتيرون يعدل التشكيل الأساسي، شريف إكرامي يقترب من حراسة المرمى والفريق الإماراتي يتسلح بالأجانب. الوفد، كارتيرون يلجأ لنظام التدوير في مباراة الليلة لتجنب إجهاد لاعبيه. الأهلي يستعين بالبدلاء أمام الوصل الإماراتي في البطولة العربية.